مرحبا أعزائي متابعي قناة بليم بعيون عربية. شرح اليوم عن تطبيق تيك توك وتحديدا عن الترويج غير متاح لبث اللايف. قبل ما أبدأ أشرح لكم الحل، طلب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. في البداية أنا كل الفيديوهات اللي أعملها أوثقها والحل ينجح إن شاء الله 100%. طبعا اللي ما تصير عندي المشكلة أوثقها على المتابعين وأنشر الفيديو، يعني ما أخذه من أي أحد، الله شاهد كل شيء أنا أعمله. في البداية إحدى المتابعات راسلتني إنه عندها مشكلة أثناء البث المباشر، ما يصير عندها خاصية الترويج، فدخلت حاولت إنه أدخل من يمي أروج لها، ما تظهر عندها، تظهر عندها بعض الشيء. هذا اللايف لا يدعم الترويج. في البداية لو واجهتكم هذه المشكلة راح تدخلون على الإعدادات وتنزلون إلى عام، تتأكدون من تحديث البرنامج إنه آخر تحديث، بعدها راح تنزلون إلى مساحة التخزين. هذه المساحة الكلية 128، المستخدم 92 فرق بيناتهم بين 20 و30 جيجا. بعدها راح ننزل على التيك توك. التيك توك إذا كان عابر 2 جيجا الأفضل تحذفه وترجعه. ليش نحذفه ونرجعه؟ حتى المستندات والبيانات تقل وما في أي شيء راح يروح من عندنا، فقط اللي راح يرجع تطبيق إذا ما في تحديث راح يكون محدث، فتحذفون وترجعون ومساحة قليلة. طبعا هذا مفيد للآيفون. الآن حذفته ورجعته، أرجع أدخل من داخل الأبل ستور وأكتب تيك توك، والآن أرجع أنزل بالنسبة للبرنامج التيك توك أثبته. بعد ما حملت التطبيق من الأبل ستور أدخل عليه وتروح تعمل بث مباشر وتشوف هل وصلتك هذه الأداة أو لا. بعدها إذا ما وصلتك الأداة راح تروح إلى 3 أسطر وتنزل على الإعدادات والخصوصية، راح ننزل على الإعدادات والخصوصية وننزل إلى خيار هنا الإبلاغ عن مشكلة، وتنزل إلى الأسفل راح تلقي خيار الترويج. تدخل على الترويج راح يعطيك عدة خيارات، بث لايف هنا مثل ما تشاهدون، فراح يعطيك عدة خيارات هنا من المؤهل لاستخدام أداة الترويج. راح أنت طبعا متأكد أنه اللي حواليك بالمنطقة كلهم عنده أداة ترويج مثل من المتابعة، فتكتب هل تم حل مشكلتك؟ لا. وهل تحتاج المزيد من المساعدة؟ تروح هنا ترسل لهم صورة، أرسلت هذه الصورة وأشرت لها عليها، وتكتب رسالة للدعم. كل واحد يكتبها في لغته الخاصة، لأنه إذا كتبناها رسالة عامة للأسف راح ما يجابون للكل. وبعد 3 ساعات انحلت المشكلة وصارت عندها أداة الترويج متاحة. فهذا الشيء اللي موجود حالياً. أي واحد ما يقدر يكتب الرسالة يتواصل وياه على الانستا حتى علمه شلون يكتب الرسالة ويرسل الصورة. نهاية الفيديو، أكيد استفادت من الفيديو وراح ترجع لك خاصية الترويج، فطلب الاشتراك أمانة عليك واللايك وتفعيل الجرس، ساعدوني مثل ما أساعدكم. تحياتي لكم، فيديوهاتي كلها أجربها وأنشرها وصادقة 100%. تحياتي ومع ألف سلامة.